أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية في إطار دراسة نشرها المعهد الفرنسي أو في إطار دراسة نشرها المعهد الفرنسي للأبحاث والمعني بشؤون العراق حول نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا، تمت مناقشة تأثير تلك النتائج على حراك الشباب الاحتجاجي في المستقبل القريب. ساهم فيها حسين النجار أحد نشطاء الحراك، وخلصت الدراسة إلى أن الانتخابات شكلت تحديا كبيرا لقوى التغيير التي تسعى إلى بناء بديل لمنظومة المحاصصة، تمثل بما تعرضت له هذه القوى من قمع سلطوي غير مسبوق تم خلاله قتل وتشريد العديد من نشطيها وإخلاء الساحات من التظاهرات والاعتصامات بالقوة المفرطة وشيطانات المنتفضين إعلاميا وشراء ذمم بعض الوجوه من جهة، وكذلك في عدم نجاحها بتوحيد صفوفها في إطار برنامج معارضة مشترك وضعف ثقة بعض أطرافها بإمكانية تحقيق انتصار سياسي عبر الاعتماد على الشعب وتعبئة الناس حول مشاريعها وبرامجها من جهة أخرى. تمثل التحدي أيضاً فيما تمتلكه أطراف المنظومة المتنفذة من موارد طائلة وما حققته من نجاح في إنشاء واجهات لها يافطات مدنية زائفة وشراء الولاءات وتعزيز العلاقات الزبائنية، إضافة إلى تعبئتها لقواعدها الحزبية التي صارت أكثرية عندما عزف الناخبون عن المشاركة جراء عدم ثقتهم في العملية السياسية وخيبة أملهم من تجارب الماضي التي فشلت في إحداث تغيير حقيقي. لن تستطيع الحكومة الحالية مواصلة المحافظة على جمهور زبائني وخاصة بين الشبيبة، والذي حققته حتى الآن عبر التعيينات التي فاقت 800,000 مواطن أو عبر توزيع الإعانات الاجتماعية على ملايين العوائل، وذلك بسبب ما سيؤدي إليه هذا الإنفاق غير المحدود من زيادة مضطردة في عجز الموازنة، لا سيما إذا ما انخفضت واردات النفط في ظل نمو سكاني يبلغ 1,000,000 باحث جديد عن العمل سنوياً، كما سيتصاعد غضب الجمهور مع استمرار نقص الخدمات أو تدهور ما تحسن منها من جديد لأسباب تتعلق بالفساد وسوء الإدارة وتراجع الموارد المالية. وإلى صحيفة طريق الشعب، ونقرأ منها تقريراً بعنوان سياسة الإغراق الوظيفي تقامر في مستقبل العراق، وجاء في التفاصيل: دأبت القوى السياسية المتحكمة بالسلطة منذ عقدين على شراء الولاءات عبر الوظائف الحكومية مستغلة معاناة الشباب وحاجاتهم بدل أن تجد حلولاً حقيقية وناجعة تنهي مسلسل الفقر والبطالة الذي يعصف بهم. وتوغلت هذه القوى في هذه السياسة في سنوات الانتخابات لتحقيق أكبر عدد ممكن من الأصوات الانتخابية في تخادم زبائني لا علاقة له بالتأييد الجماهيري، بل بتحقيق مصالح سياسية ضيقة على حساب معاناة الناس. إنها سياسة الإغراق الوظيفية المستمرة منذ التغيير وفي كل الحكومات وحتى الآن، وستستمر في ظل وجود الانتخابات والعرف السياسي السائد وكذلك استمرار نفس السياسيين في الحكم. بات معروفاً اليوم أنه مع كل احتجاجات جماهيرية يطالب فيها الشباب بفرص عمل، يسارع المتنفذون الذين يديرون شؤون البلاد إلى إطلاق مجموعة من التعيينات لتخدير الشارع في حل ترقيعي وحيد اعتمدته الحكومات المتعاقبة لإدارة الأزمات في البلاد دون أن تعمل على بناء اقتصاد قوي يفرز سوق عمل حقيقي يستوعب مئات الآلاف من العاطلين ومنهم 500,000 خريج سنوياً. وللمستشار المالي لرئيس الوزراء دكتور مظهر محمد صالح رأي بهذا الصدد، حيث يقول إن سبب المشكلة يكمن في المحاصصة التي ولدت وظائف للمتحاصصين
تزيد على 3 أضعاف أو أكثر عن حاجة البلاد. إنها نتيجة طبيعية لتوزيع المصالح بين الكتل السياسية، سواء على مستوى الطوائف أم القوميات، ما أدى إلى تراكم هذه الأعداد الكبيرة غير المنتجة. ويشير دكتور صالح في حديثه مع طريق الشعب إلى أن النظام السياسي الذي فرض هذه الطريقة أثقل كاهل الدولة بنفقات تشغيلية تصل إلى 75% من الإنفاق الكلي، حتى باتت الأجور والمرتبات والمعاشات والتقاعدات أقرب إلى الدعم والرعاية الاجتماعية. ومن موقع ألترا عراق نقرأ تقريرا بعنوان ترهيب بلا رصاص حاصلة الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق خلال عام 2023. ارتفعت الانتهاكات الموثقة بحق الصحفيين في العراق إلى 256 حالة وفق التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومن بينها إصابات واعتقالات وتهديد، فضلا عن عرقلة العمل الصحفي والدعاوى القضائية. وقالت الجمعية في تقريرها المنشور في ألترا عراق نسخة كاملة عنه، قالت إنها سجلت مؤشرات خطيرة طوال أشهر وأسابيع العام 2023 وعلى صعيد حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد، مؤكدة أن هذا العام شهد اتجاهات متزايدة وملتوية لقمع الصحفيين وترهيبهم والتعرض لهم بشكل شبه يومي. نتابع المزيد. وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 256 انتهاكاً بحق الصحفيين، وأشرت اتباع منهجية ترهيب جديدة تتمثل بالحجب والدعاوى القضائية. ووفقاً للجمعية فإن هذه السنة شهدت استراتيجية جديدة لترهيب الصحفي واستبدال منهجية الرصاص بالدعاوى القضائية والملاحقات القانونية والتوعد بالسجون والمحاكمات. وقالت الجمعية إن حالات الانتهاكات الموثقة تعكس أيضاً خطورة مساعي طمس حق دستوري صريح وواضح ومحاولات جدية من لدن السلطات لترهيب الصحفيين من جانب، ومواجهة أي وسيلة تمثل وجهة النظر الأخرى بالحجب دون أي سند قانوني من جانب آخر، فضلاً عن استمالة أقلام وعقول صحفيين وصفوا بالمعارضين للسلطة في السابق، مشكلة قلقاً إزاء حق حرية العمل الصحفي في العراق ومحاولات دفره. نقرأ الآن مقالاً بعنوان 2023 سوريا عام الجماعة والكبتاغون وثورة السويداء لبكر صدقي. يقول فيه الكاتب: كانت البداية مع زلزال السادس من شباط الذي دمر مناطق واسعة من شمال وغرب سوريا امتداداً للمناطق المجاورة في جنوب شرق تركيا، وتسبب بمقتل عشرات الألوف وجرح أعداد غير معروفة في البلدين وتشريد الآلاف من العائلات من بيوتهم ومناطق سكناهم، في حين استبشر نظام بشار الأسد في الزلزال نفسه خيراً حين بادرت دول عربية لاستغلال فرصة الكارثة بالانفتاح عليه من بوابة المساعدات الإغاثية، كما جمدت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وتستمر الانتفاضة المدنية في السويداء، وانتهت المبادرة العربية بصورة نهائية. في غضون ذلك كانت أوضاع الناس الاقتصادية والمعاشية تتدهور إلى مستويات مخيفة، والعملة السورية تسقط سقوطاً حراً بما يؤدي إلى تفاقم التضخم وعجز شرائح اجتماعية تزداد اتساعاً عن شراء أبسط مستلزمات الحد الأدنى للحياة. تضافر ذلك مع انسداد الأفق وفقدان الأمل بعدما اكتشف الناس أن الانفتاح العربي على النظام لم ولن يؤدي إلى أي تحسن ملموس في حياتهم بسبب تعنت النظام في الاستجابة لشروط ذلك الانفتاح، فأديا معاً إلى تململ في أوساط موالية للنظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين تموز وآب، مع توجيه النقد إلى رأس النظام بالذات في تلك الأوساط،
ثم اندلاع انتفاضة السويداء المستمرة إلى اليوم بعدما قطعت كل خطوط الرجعة وطالبت بإسقاط النظام وطردت شبيحته وأغلقت مقر حزب البعث في عدد من مدن المحافظة. مجموع هذه المعطيات يعطينا صورة مأساوية عن سوريا في 2024، ولا يمكن التكهن بتغيرات محتملة ستتوقف على كيفية انتهاء الصراعات المستمرة في سوريا وجوارها وبخاصة في غزة. إلى آخر المقالات، وجاء فيه بات برميل البارود الذي تقف فوقه منطقة الشرق الأوسط على وشك الانفجار، لتتحول الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة، مع الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى أهداف في العراق قالت إنها خاصة بفصائل مسلحة مرتبطة بإيران، في الوقت الذي كثفت فيه جماعة الحوثيين اليمنية استهدافها للسفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر. ويحذر أرون ديفيد ميلر الدبلوماسي الأمريكي السابق والباحث الزميل لمعهد كارنيغي لأبحاث السلام، يحذر من أنه بات واضحاً أنه كلما طال أمد الحرب بين إسرائيل وحماس بمثل هذا القدر من الكثافة زاد احتمال تصاعد الصراع الإقليمي. وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال المحلل السياسي الأمريكي إيان مارلو إن عدد الجماعات المسلحة غير الرسمية والعمليات العسكرية غير المتوقعة من جانب إسرائيل والرد الإيراني المحتمل عليها يجعل من الصعب توقع متى سوف يقع أي حادث يمكن أن يشعل صراعاً أوسع نطاقاً. لكن ميلر قال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التصرف بشكل أشد صرامة إذا قتلت أي من الجماعات المسلحة في المنطقة جنوداً أمريكيين، مضيفاً إذا تعرضنا لهجوم مباشر ومات أمريكيون سيكون من الواجب القيام برد أكبر وأثقل. ويضيف مارلو المراسل السابق لصحيفة جلوبال أند ميل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن الجماعات وغيرها من التطورات الأخيرة في المنطقة تبرز الصعوبة المتزايدة التي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التحرك بشكل متوازن في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل في حربها مع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي شنت هجوماً على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة يوم 7/1 أكتوبر الماضي. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
أبو عبيدة حاضر في وقفة الرباط، والأطفال يبعثون رسائل تضامن وأمل. كان الأطفال أبرز المشاركين في مسيرة الرباط الشعبية للتضامن مع غزة التي دعت إليها عدة هيئات في الرباط. وبعث الأطفال من خلال مشاهد وصور مختلفة رسائل تكشف وعيهم بما يحدث من ظلم رهيب لأقرانهم في فلسطين، إذ عبروا عن غضبهم لقتل أقرانهم الأبرياء وقتل الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، كما أدانوا تجاهل العالم لهذا الظلم. وكانت شخصية أبو عبيدة الأبرز في هذه المسيرة، إذ قلد العديد منهم شكله ولباسه، وكشفوا للجزيرة نت متابعتهم لكل خطبه عبر القنوات التلفزيونية. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كما ترون وصل إلينا كونتينر به عدد كبير من الشهداء، بعضهم يعني مكتمل للجسد وبعض أشلاء. هم وصلوا من عبر معبر صوفا، وتم إبلاغنا عبر وكالة الأمم المتحدة أنه سيصلكم عدد من الشهداء، وأنتم ترون هذا هو الكونتينر وبه عدد من الشهداء. لا نعلم العدد، يقال أنه 80، لكن نحن لم نستطع العد بسبب قوة الرائحة وعدم استطاعة الطواقم الطبية التعامل في هذا المكان، وخوفا على انتشار الأمراض في داخل هذا الحي. ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن لنقل إلى المقبرة، ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دائما وأبدا ظلوا في عناية الله. إلى اللقاء.